طلعت يعني تشامبيون، هي اللي هي اعلى من الاول ومرتبه، والاعلى شيء السوبر تشامبيون، هاي اول مشاركه لي دوليا. المشاركه كلش رائعه وجدا مفيده للاطفال، وتنمي قدراتهم الذهنيه جدا، وتشغل نسب عاليه من عقلهم احسن لهم. كانت مشاركة 20 دولة، ضمنها عربية وضمنها أجنبية. أكثر دولة نافستنا هي أوزبكستان. عندهم الحساب الذهني منهج خاص. إحنا عندنا الإنجليزي منهج، العرب منهج، هم عندهم الحساب الذهني منهج غصبا عليهم يدرسون. لكن إحنا نافسناهم وكنا قوياء جدا وفزنا عليهم.